السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون وفي هذا الفيديو سوف نقوم بقراءة المقطع أو الفصل الثاني من كتاب الطريق إلى النجاح للكاتب والمحاضر والدكتور العالمي إبراهيم الفقي، وهذا الجزء هو بعنوان نفسك جنتك أو نارك. لنبدأ على بركة الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فيظهر لنا من خلال هذه الآية أن بداية الحركة إرادة وعزيمة من صاحبها، ويصحب ذلك التماس الخير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يخطئ من يظن النجاح يأتي بسبب المال أو العلاقات أو الممتلكات الشخصية أو التكنولوجيا الحديثة. هذه الأشياء وغيرها عوامل مساعدة لا غنى فيها إلا بالتوكل على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق مقاليد الأقدار بيده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من سورة الرعد الآية 11. إن الله سبحانه قد أمد كل إنسان بالعون قبل أن يولد، قد وضع فينا إمكانات مختلفة وطاقات هائلة نتعلم بها الكمبيوتر واللغات وتكوين العلاقات وحسن التفكير إلى آخره. كل هذه وغيرها أرزاق كثيرة من الله سبحانه وتعالى لا صلة لقدرة بشر بها. فاعلم عزيزي القارئ أن مصدر قوتك الدائمة وسر توجهك أو توهجك المستمر هو التوكل على الله، هو مصدر قوتك وسر سعادتك. إن نقطة الماء في المحيط لها وجود وكيان وقوة، فإذا خرجت منه تبخرت في لحظة وتلاشت. من الآن اتخذ قرارا قاطعا لا رجعة فيه ولا يتطرق إليه ضعفا. أنك ستنجح مثل غيرك، بل إنك ستأتي بما لم يأتي به واحد منهم. ولا تعبأ بالمتطبطين الذين يخوفونك بكثرة السالكين في الطريق معك ويقولون لك: أين ستذهب بين هؤلاء؟ لقد أردت يوما أن ألعب تنس الطاولة وأتوفق فيه، فقال للبعض: هناك أكثر من 2000 لاعب يجيد هذه اللعبة، فأين ستذهب بينهم؟ فقررت قرارا قاطعا أن أنجح في هذه اللعبة، وكنت أتدرب كل يوم 6 ساعات حتى أصبحت بطل مصر في هذه اللعبة. ثم بعد ذلك مثلت مصر في بطولة العالم، فتعلمت ألا ألتفت لأقوال المتطبطين. وكانت أمي رحمها الله تهددني بحب وتحذرني أني لن أفلح. وعندما دخلت معهد الفنادق قالت لإخوتي: لقد ذهب عقل أخيكم، إنه سيعمل جرسون في يوم من الأيام ولم يستطيع أن يتزوج زيجة محترمة. وعندما تدرجت في عملي حتى أصبحت مديرا عاما قالت أمي لإخوتي: أخوكم هذا عبقري. وعندما تركت عمل الفنادق قالت أمي لإخوتي: أدعو لأخيكم بالهداية، لقد ذهب عقله. وعندما رأتني أحاضر في التلفزيون قالت لإخوتي: ألم أقل لكم إن أخاكم هذا عبقري؟ فقد يكون لك شخص قريب منك يحذرك أو يثبطك بحب أو بغير حب. المهم ألا تلتفت إلى هذا كله، عليك أن تفكر وتأخذ بكل الأسباب وتضع أفكارك موضع الفعل. فإذا وقعت فقف مرة أخرى وأخرى حتى تحقق كل ما تريد. الصينيون واليابانيون فهموا هذا المعنى. يقول اليابانيون: إذا وقعت 3 مرات فقف 4 مرات، وإذا وقعت 4 مرات فقف 5 مرات، وهكذا. ويقول الصينيون: إذا وقعت فليكن وقوعك على ظهرك حتى تنظر إلى الأعلى فتشد نفسك لتقف مرة ثانية. وبعض الناس يقع على وجهه ويستقر ثم يلقي باللوم على الظروف والأحوال. قدراتك لا حدود لها. ليس الفقر في الإنسان هو فقر المواهب أو الأرزاق، إنما هو فقر العزيمة والأخلاق، فقر الإيمان، فقر الإرادة. أما القدرات التي أعطاها الله لك فلا حدود لها، ولا يوجد أمامها ما يسمى بالمستحيل.
إن هذه الكلمة مستحيل impossible، أولها حرف إي والحروف الثاني منها إم وبعدها possible، فيصبح معناها ممكن. إن الأمور لا تتعقد بذاتها، إنما تتعقد بطبيعتها. نحن من داخل الإنسان يخرج التفاؤل أو الاكتئاب. إذا قمت بتقسيم كلمة impossible إلى قسمين باللغة الإنجليزية، سوف تلاحظ أن هناك I am possible، أي يعني أنا ممكن. لهذا لقد أجرى الشاعر إيليا أبو ماضي حوار مع أحد المتشائمين العابسين. المتشائم يرى أن البشاشة والتفاؤل لا فائدة منهما، لأن الإنسان يموت في نهاية العمر رغما عنه. فأخبره الشاعر أن التشاؤم والاكتئاب لا يكسب الإنسان خيرا، كما أن التبسم والتفاؤل لا يفقده خيرا. ولو كان بيننا وبين الموت شبرا واحدا فلنبتسم ولنتفائل، لأنها ستكون آخر ابتسامة. لماذا ترضى بوزنك الزائد فيثقل عليك ظهرك وقدمك وركبتيك؟ لماذا لا تكون رائعا في فن الاتصال بالآخرين؟ لماذا تعبس دائما ولا تتفائل؟ لماذا لا تأخذ الأمور ببساطة ولا تثقل على أعصابك؟ لماذا تظن في نفسك الفشل والناجحون ليسوا أفضل منك؟ لماذا لا تجعل حياتك رائعة؟ قوتك الثلاثية، اكتشف قوتك الثلاثية. خذ قرارا واعيا بأنك ستنهض من كبوتك، وأول الطريق العزم، ومعناه أن تعرف قدراتك ومواهبك وما تحسنه، وبعد ذلك حدد أهدافك، ثم ابدأ في التخطيط وتبدأ في التنفيذ. وبعد كل فترة من الوقت والعمل عليك أن تقيم الجزء الذي قطعته وتنظر فيه، فإذا كان مشوبا بالقصور فعاجله واستأنف السير وعدل في الوسائل إذا لزم الأمر ذلك. وما دمت متمسكا بمثلث القوة، أو ما أسميه أنا القوة الثلاثية، فسوف تصل في النهاية إلى كل ما تريد. وقوتك الثلاثية هذه تتمثل في الالتزام، الإصرار، والانضباط. وكل جانب من جوانب هذه القوة يسلم إلى جانب الذي يليه. ما هو الالتزام؟ الالتزام هو أن تعرف غايتك والوسيلة إليها. الانضباط هو أن تبدأ في تنفيذ وتستمر في السير في طريقك الذي رسمته وخططته. الإصرار أن تتخطى العقبات وتغالبها مصرا على وصولك إلى هدفك، ولا تجعل أي عقبة توقف استمرار خطوتك. واسمع إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزاوجت القرون ليستفيد منها كل عامل يريد النجاح في أي وقت: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. من قوانين النجاح، هنا سوف نتعرف إلى بعض قوانين النجاح. ومع العزيمة والإصرار والانضباط يأتي التفاؤل وحسن الظن بالله، ليحقق في حياة الإنسان كل ما يرجوه من خير. وهذه الجملة النبوية الكريمة: تفاؤلوا بالخير تجدوه، بها 272 قانون من قوانين نشاط العقل الباطن. قانون العقل الباطن أن كل شيء تفكر فيه يتسع وينتشر مع الوقت. وعندما أتفاءل بالخير سأجد قانون التوقع، وقانون الانجذاب، وقانون العودة، وقانون الرجوع. سأجد من القوانين ما يحقق لي ما أفكر فيه وأرجو إنجازه. كل هذا داخل الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
من سورة الذاريات الآية 21: بداخلك التقدير الذاتي وتحقيق الذات والثقة بالنفس والمثل الأعلى الذاتي والقيم والاعتقادات والقدرات إلى آخره. إن الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة التين الآية 4: فليس تقويم الإنسان عاديا، إنه أحسن تقويم، أحسن بناء، أحسن قدرات، وبالإضافة إليه سخر له الكون وما فيه لخدمته. ومن طرائف أن الشاعر إيليا أبو ماضي سمع إنسانا يكثر الشكوى من الفقر، فقال له: إنك تملك الكون وما فيه، ولا يستطيع أحد أن يمنعك من الاستمتاع بالطبيعة وجمال السماء وخضرة الحقول. أراد أن يعلم الرجل أن مصدر الشكوى هو نفسه الكئيبة التي لا ترى الجمال. فمشاعر الغنى والفقر مصدرها النفس، فكن جميلا ترى الوجود جميلا. فانظر في قدراتك ومواهبك وملكاتك التي أعطاك الله إياها، وحسن فيها وحاول أن تكتسب المزيد مما تحتاجه، مثل تعلم اللغات والمهارات التي تعينك على تحقيق هدفك. وانتبه جيدا، بعد أن تحدد أهدافك والوسائل وتبدأ في الخطوات التنفيذ، لا تهتم إلا بالعمل اليومي وواجب الوقت الحاضر، ولا تنشغل بما هو أبعد منه فيشغلك عن واجب اليوم. بهذه الطريقة ستجد نفسك تصعد السلم درجة بعد أخرى. واحذر أن تنشغل بالماضي وما فيه من ضياع حظ وفوات الرزق، حتى لا تغطي سحبه على شمس يومك، فتقف مكانك وأنت تعمل للمستقبل. احذر من كل هذا كل الحذر، وافهم جيدا، إذا أخذت قرارك الواعي بالوصول إلى النجاح وحددت أهدافك ووسائلك وبدأت في التنفيذ بلا تردد وعزمت على الاستمرار وعدم التوقف، فخلص التوكل على ربك ليحبك ويرعى لك مسعاك، ما أجمل هذه الآية. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. العمران آية 159: ولا تأخذ من الماضي إلا ما يزيدك عزما وإصرارا على عبوري للمستقبل. وحاول دائما أن تأخذ بجميع الأسباب، وأن تستخدم جميع حواسك، الأذن والعين والتفكير، لا تكف عن القراءة والبحث، لا تتكبر أن تتعلم من الناجحين، بل من الفاشلين أيضا، حتى لا تقع في مثل ما وقعوا فيه. تعلم من سيرة الأنبياء والصحابة، تعلم من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظم توكل على الله عندما قال لمن هددوه بالقتل والهلاك: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، أي دعوته للإسلام، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أرأيتم روح الإصرار والتحدي؟ بهذه الروح النبوية فتح الصحابة الدنيا ونشروا الخير والعدل في بلادها. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. سورة الكهف الآية 30. وإلى هنا آتي إلى نهاية هذا الجزء من كتاب الطريق إلى النجاح للكاتب والدكتور العالمي إبراهيم الرفقي، وأتمنى أن تستفيدوا منه كما استفدت منه أنا شخصيا. وإذا أعجبكم الفيديو ومحتوى الفيديو وأردتم المزيد مثل هذا المحتوى، لا تنسوا وضع إعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في القريب العاجل مع فيديو جديد ومحتوى جديد. مع السلامة.